هو في ناس كده تحب تشغل نفسها واللي حواليها بحوارات ولا ليها اي لازمه؟ اكيد شيري هي اللي ورطت هشام في الفيلم ده كله. طب ممكن يقولها لا على فكره. يبقى لسه ما تعرفش صاحبك كويس. جميله فين؟ اتفضل من هنا كده. انت تمام؟ استريحتي؟ هديتي؟ اتبسطتي لما صغرت اخوكي؟ انا انقذت اخويا. ادخل ده على اساس اني عيل صغير ومش عارف مصلحتي فين. ممكن يا اكرم بس تهدى شويه وما تتكلمش بالطريقه دي؟ هو انت كمان هتعلمني الادب؟ هو في ايه؟ في ايه؟ انا مش عيل صغير. لا اسمعوا، انا ما حدش شيلوي لي دراعي وهتجوزها غصبا عنكم كلكم، ونصيبي في ورث ابويا هاخده، ذوق عافيه محاكم هاخده. انت فكرك ان الجعجعة وصوت العالي اللي انت داخل بيهم علينا دول هيخوفوني مثلا، ولا هيخلوني اقول لك اتفضل يا حبيبي روح اتجوزها؟ ما عنديش مشكله. ممكن دقيقه واحده يا جميله لو سمحتي؟ تعال يا اكرم تعال يا عم بالراحه، انت داخل الحامي علينا كده ليه؟ في ايه؟ اتفضل اقعد اقعد. انا بتكلم اختي الصغيره. يا سيدي كلمها زي ما انت عايز، بس على الاقل ما تكلمهاش بالطريقه دي قدامي. يا ناس حسوا بيا، قدروا اللي انا فيه، ابني في بطنها ومش عارف هي فين، عمال ادور عليها مش لاقيها. وجاي بقى تزعق لي وتهلل على اساس مثلا انا اللي هكون خطفاها، صح؟ لا، تكوني بلغت عنها واتمسكت. حلو، بلغت عنها يبقى تروح تدور عليها في الاقسام مش هنا. ما يمكن تكون اتقبض عليها فعلا وهي نازله من عند شيري. شفتي؟ اديك اهو عارفه انها كانت عند شيري. يبقى اتقبض عليها. ماشي يا جميله. صبرك عليا. اكرم انا ما بلغتش عن حد. وما تروحش تلط نفسك وتسأل عليها بجد في الأقسام. كده يبقى شيري ماشي على الخطة اللي انتي رسمها بالظبط. بس على الله بقى ما تروحش تحكي لنرمين. شفتي جالك كلامي؟ كرهاني وما هياش طايقاني مع اني ما عملتلهاش أي حاجة. هو إيه اللي ما عملتلهاش أي حاجة؟ مش كفايه انك شردت لها في شغلها ووزعتي فيديوهات امها على كل مخاليق ربنا؟ ليه يا اختي وانا مالي؟ هو انا اللي مصوره الفيديوهات دي؟ بعدين انا عملت كده بس علشان يعني الناس تعرف انها لو عملت غلطه زي دي ممكن تتفضح. وبعدين ما تنسيش بقى ان هي لطشه مني جوزي ابو ابني. بقول لك ايه، كفايه الاسطوانه المشروخه دي، ما كلنا عارفين الحقيقه. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ مالك سخنانه عليا كده ليه؟ ومالك مش طايقاني قوي كده؟ هي سخنتك عليا؟ انت هبله يا بت. لو كانت ملتني عليكي ولا انا مش طايقاكي ما كنتش هجيلك ولا اشوف خلقتك اساسا. ما هو ده اللي ناقص كمان، صاحبتي الانتيم تقاطعني وبطل تكلمني. بس وديني ومقعبود لكم مطلقاها منه ومرجعها ببات في حضن امها وبفضيحه كمان. اشترك في الباقات الشهريه والسنويه باعلانات وبدون اعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنويه.